ولك عين. كافية معكم عالم الصباح، وفي على يميني لما عم تاخذ سيلفي مع نفسها، اما هلا منتقل عند الشيف شادي ورشه ملح. احبائي صباح الخير. لما بدك شيء مني؟ اوكي طب علي. شو بكي انت؟ يكون كله دقيقتين معي انا. اوكي على فكره انا بعتذر منكم لانه اليوم وصلت متاخر شوي صغيره، بس تعرفوا عجقه السير وسمعنا كمان الاخبار، كان في حادث كمان قوي، سو نهارها رح بلش هلا. بس رولا امبارح كان عم تفرج كمان على الحلقه وشافت كيف عملنا الهوت دوغ او علينا الهوت دوغ، وكان يعني حلمة من ورا الشاشه انه كمان تاخذ لها شي ساندويتش من الهوت دوغ. طيب شو عملنا امبارح اللي ما حضرنا؟ جينا خلطنا كوب واحد من الطحين، كوب واحد من النشا، كوب واحد من اللبن، مع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، مع بيضة ورش من الملح. صار عنا عجينة. هالعجينة هيدي اللي هي هون، أول شي خلونا نشيل القصص اللي عم تنقلها. هيدا واحد هون، يا سلام يا شيف شادي، طلعوا كيف هون عنا هيدي هوت دوغ بتعقد بتجنن. كمان هون وحدة تانية هيك، وخلينا نشيل كمان الثالثة، وخلينا نشيل كمان الرابعة، ونفرجيهم للمشاهدين كيف. بمعنى انه عندنا هالعجينه فينا نستعملها بعد 5 دقائق مما تكون كمان تصنعت او انعملت. اللي راح يصير انه انا عندي من الهوت دوغ بهالطريقه، او عندي وحده هون انا اوريدي، بجي بحطها بهالعجينه، طلعوا شو حلوه هون، ها، وبروح على الزيت، ليكو ما اجملها. برجع كمان بناخذ كمان وحده ثانيه من الهوت دوغ، طلعوا كيف كمان، ويلا يا شادي لهون. كمان فيني اخذ، انا عندي هون فلافله حلوه، كمان الفلافله الحلوه يا شيف شادي، طلعوا كيف، ها، ونحطهم كلهم سوا بهالطريقة، ويلا على الزيت، طلعوا شو حلوين. وشو فينا نعمل؟ ترويقة اليوم، ساندويتش بيعقد هيك من التنور، أو خبز الهوت دوغ، إذا بتحبوا كمان أكيد خبز الهوت دوغ. رح آخذ شوي صغيرة من الصوص كوكتيل، يا رولا يا حلوة اللي بتحبي الصوص كوكتيل. رح ناخذ كمان، طلعوا كيف، طلعوا شو حلوين، هيدي هيك وحدة، وهون كمان اثنين، يا سلام، وعندنا هالفلافلة الحلوة كمان بالنص. وصار عندنا ساندويش بيعقد بجنن، بنقصه بالنص، نص لإلي ونص لإلي. رجع لعندك. ألف صحتين يعني مطرح ما يسري يم. يعني الترويقة اليوم بتعقد، ميرسي كثير. صحتين على كل حال، في بعد شوي بريك بحب ذكرك بالموضوع. ننتقل لعند لما وشوفي. شوفي شي عامرة اليوم. اليوم عامرة مش غلط، اليوم في كثير اشياء اليوم هيك. رح نشوف ريبورتاج عن الانشيبي اللي صار بالبيير، المعرض ريبورتاج ثاني، جمعية زماننا الخيرية عملت لعيد الأمهات كمان ايفنت كبير بالبيير، حضرتي بلا صغرة يعني كنت أنا عم الشاركة. وراح نعمل اليوم جردة فاشن بوليس على فنانين عرب لبنانية، جردة يعني؟ ايه، لأنه خلصت المهدة أنه أنا بس شاطرة جحا ما في غير عخالته قال. أنه أنا دايما بحكي عن الأجانب، اليوم أنا كنت عم بعطي مجال للبنانية والعرب، فهمت كيف، أنه يرتاحوا على وضعهم، ترى مش حيرتاحوا. رح نشوف نحن وياكم، نبلش دغري معرض ان شيب البيوتي ايفنت اللي صار، واكيد كان في عنا نحن لعالم الصباح كان عنا ستاند وناس اجت لعنا، ذكري رولا، وبلشوا يسالونا ويتفاعلوا معنا. خلينا نشوف سوا شو صار معي انا بالذات. ثابت اليوم رولا لابسه لوك انا بدي احكي عنه، يلي الناس بتخاف تلبسه، انه اقول لكم البس كونفرس مع تياب مثلا فيهم ينلبس معهم هاي هيلز، في البس هالتياب مع العقد اللي بتطقه وبيعطي غلط. فاهم شيء تعرفوا انه الميكس اند ماتش قديش مهم، طالعه كثير سبورت، طالعه عمره وطالعه كثير كيوت. ثانك يو. سوري شو اسمك؟ نورا اجت لعندي من هونيك هيك، انا نيشنت على حواجبها، بنت مثل القمر عامله حواجبها، ما بعرف شو كانت عملت لهم، سكه ترين
ليكو شو حلوه بس انت انا بتكتين تكتين عملت لها بونجور كيفك هيتي بونجور قالت لي صباح الخير يعني شفتها انا شخص كثير بيصبغ شعري يعني كل شهرين بدي اعمل لون بتعرفي ليش عم بتغيري لانك ما عم بتحبي حالك ما تغمقي شعرك أنا معك إيه أنا بحبه فاتح أورايت بس هيدا اللون يعني يا بده يفتح خصل زيادة فوقه فتح بعد كم وحدة مش كل لون هيدا أنا بالعكس بفضل البيس تكون غامقة أوكي شوي بتنصحي بأومبري مثلا لا خلصنا الأومبري أومبري خلصنا يعني أنا اللي بكون عندها شوية وزن بتلبس شي ضعفها مش انه كيف بدي يصير سايز 34 لا انا بحبك مثل ما انت انت قررتي تضعفي هذا صار شيء ثاني بس اذا نحن هيك بدنا نجرب الاشياء مثلا الكارو البوانتيه بنصح جرب البسي كل شيء مزيح بالطول انا مع الالوان اقعد فكره بدي لبسك اسود ورمادي نو الريه بالطول مش بالعرض بالعرض نعرض كل شيء بالطول بنحفي وما تلبسي شيء كثير اوسع من جسمي مش فكر انه هيك بنغطي لا اول شيء بيعجبني لبسك ميرسي يا حبيبتي قلبي كثير اوريجينال وانا هيك بحب لكن انا مبسوطه بتقلدك انا قبلاني طيب اوكي هلا بتحب الالوان كثير طيب هلا في عندك محلات انت ايه انت في عندك محلات انت انصح فيها من محلات اجريكي ارفع من فوق صح خلي الالوان تحت الالوان القويه من فوق جرب البسي غوامق شوي اكثر مثلا لبست هيدي زهر بلبس فوقها كحلي اوكي كحلي بيجي بيغطي لي هالمال بين هون الزهر فاتح اوكي بقى مهضومي ايه اهضم شيء انت كنت انا لا على البين ولا على الخاطر يعني. اطلعي لي هيك فجاه بقى كثير حلو الناس اجت تفاعلت معنا مباشره انا كثير لقيتهم حبوبين يعني بالنهايه نحن اذا نحن موجودين هون لانه في ناس بتحبنا بهالطريقه وانا كثير يعني نهارها overwhelmed قد ما كان في ناس عم بيجوا لعنا ويحكونا تاني فيتشر حنشوفه سوا نحن وياكم كمان بالبيال بس هالمره جمعيه زماننا جمعيه خيريه ثقافيه اجتماعيه صحيه بتعتني اكثر شيء بامور التلاميذ العلم اللي هو اهم شيء بالنهايه ورح نشوف هالحفله اللي صارت بمناسبه عيد الامهات وكانت اكيد رئيسه الجمعيه غينا بلع جرودي والسيدات كلهم اشتغلوا ما بخبركم قديش لحتى ينجحوا هالحفله رح نشوف مقتطفات منها والشكل بده يجي تكملة أكيد للي عنا إياه بالداخل يعني قد ما غير الشخص أنا ما فيي أخلقه من جوا ما فيي غير له روحه فالشكل بده يتبع الروح ومن هون بيجي شغلي من هالمنطلق بلش الفاشن بوليس لأنه ما بقى فينا نشوف الفاشن فيكتمز يعني درج الشورت كله بيركض يلا بنشتري شورت طيب تشتروا شورت يا عمي بيلبق لكم وين عمركم حتى لو كان جسمكم سايز 36 في عمر كل ما لبستوا عمركم كل ما ببينوا اصغر لمعلوماتكم يعني اذا ما لبسنا عمرنا منبين عم نتصابى ومن الآخر لتبينوا فت لتبينوا مرتاحين بحياتكم حبوا حالكم أوكي؟ هيدي هي كانت لقطات الحفلة اللي صارت بالبيال مع جمعية زمانونا هلا رح ننتقل للجد لكننا عم نمزح شوي وهيك رح نشوف نحن وياكم الأرب سيليبرتيز شو لبسوا في بعض اللقطات اللي أخذوا لنا إياها رح نتأكد منهم
ضروري. لا انه هيدي الصوره ات ونت فايرل. امير يزبك اوباما انه امير يزبك عيد الحب، انه كلنا بنحبك، صوتك بيطير العقل، بس انه اول شيء هيدي الجاكيت شو؟ هي شو؟ لحقت ولبست برق ورعد وهيك، انه عامل شيء كثير سبيسيال. ما بلبس هالبنطلون يلي كثير عادي مع الشوز. الشوز ايه امير ياسبيك ما بعرف شو حاسس. اوكي دوفلان؟ لا هو كله وردي كان، ما بعرف اذا هو ايه ورد هارتس ما بعرف بونبون كثير يعني سوري بس لا مش مسموحه. تويند فايرل، كل الناس حطتها على الفيسبوك كلهم وحطوا لي لما لون. وات دو يو ثينك؟ وات اي ثينك؟ انجلطت. اي دونت ونت تو ثينك. اي دونت ونت تو ثينك. مينو ثينك؟ تاني صوره رح نشوفها اليوم. مين؟ مين؟ مي حريري. مي حريري ليه انت قمر ليه؟ انه لا غجرية لا رستا لا الربيع، هيدي شو؟ انه بالصاله بالراش حلوه مش طبيعي. شو كله هيدا؟ اول شيء كل شيء عم شوفه هون مش عم شوف ماي مثلا. 100 فكره بألف فكره، عرفتي الشعرات المجدلين ومفلوتين. اوكي درج هيدا اللي عم نحطه على الجبين، ايه بس مش لابق مع اللي لبستيه. لحقتي بدك تحطي شيء، حطي شيء تبيني وودستوك يعني السبعينات، تبيني هيبي. هيدي مش معروف اذا حتبصري لي بعد 5 دقائق يعني، انه صراحه ماي انت قمر اي سو يو ان بيتر مومنتس هي اكيد. تالت صوره يا لطيف يا لطيف، انا عم بس بس انا بس انه شعبولا يعني انه شعبولا بس لحظه انه من كلمه شعبولا شعبوي ايه شعبولا ما بتعجب هو هيك يعني متعوده عليه ابدا انه ما بشوف امير يزبك يعمل شعبولا مثلا انه كثير قريب جاكيتته كانت من شعبولا. شعبولا اذا لبس فجاه تكسيدو عادي مثلا ارماني رح اقول صاخب، رح اقول مريض، روحوا شوفوا شو بي شو حاس، لانه هو ومثلا بس ما لبس غير ساعه واحده مثلا اليوم حسيته مش مزبوط حتى بيلبس 6-7 ساعات ضيع ايه يا لطيف يا لطيف. لا كثير هيدا الشيء كثير قوي، هيدا الشيء كثير قوي. واهم شيء شعراته طبعا. شعبولا مشي هيك بلش هيك وفرط حاله هيك، بس وقت انا بكون فنان مني بهالكادر ومش حاطط حالي بهالصوره وفجاه البس بهالطريقه بدي نقز صح هيك طبعا. غادة عبد الرازق، غادة لحظة خلوني البس عويناتي. لا مضطرة تلبس عويناتي هلا شوف عم بعيد لأنه غادة أنت أو لا أحد أو أرضي أو شو اسمها هيدي أرضي مش للبيع هيك شيء. أنا كريستينا والكشكش مو أنت شعراتها جون وذ ويند يعني عم بتجرب تلاقي موقع. هلا انه هيدا شو بيكون هو انه فوتو شوت مثلا في شيء ورا ما بلا لك بدنا لنكون تو بي فير في حدا لابس ورا كمان تياب مثل سيف البحر عرفتي بركي بشي برنامج في شيء بتامل يكون مسرحيه لانه مش معقول تكون بهالطريقه بشي سهره عاديه. وانا رح سلم جدل انه هي مسرحيه يلي خلصها لغدا الناس اللي وراها اصلا يعني عم بيقول لها ليه بعيونه شوفي بليز الصوره يلي وراها رح نشوفها. مروة يا ويلتاه يا ويلتاه. مروة متر و20 ليبرال وفي يعني اذا رفعت ايديها هي دايما انا بقولها. مروة كلها على بعضها طالعه مثل الكمش مثل الورد يعني لا هيدا الفستان بده يعني متر 75 وطلوع عم بحكي بس على طول عرضها وقصرها اكيد اتس اوت اوف كويستشن. يعني هو مشكلته انه هيدا البردية اللي من ورا ايه من ورا كله وبعدين انه الكفوف بعدين الايدياز يعني هيدا الفستان مع البرق يعني بنحس التوب الفوقاني لفستان ستيل الي صعب من تحت ستيل تنقول فنان في عنده شعطه انه كله مركبتهم تركيب مبين انه مركب تركيب الفستان ولا تكمل الكفوف شلوها بليز امانه شكرا. دومينيك هوراني قولوا لي انه بشي مسرحيه بترجاكم قولوا لي بشي مسرحيه حدا يقل الموقع. دومينيك هوراني انا حبيتها ايه اكيد طبعا حتحبها لدومينيك. دومينيك اهم شيء الرموش رموش طارت فيهم بس هيدا اللي حطيته على راسها مش بشع عم بحكي جد تيابها حلوين اي لاف ات عندهم ستايل
بس دائما بقول الموقع وين، يعني بدي اعرف وين لبستهم. اذا لبستهم بمحل كل الناس لابسه بهالشيء يعني بهالطريقه، بس مش دائما بيقولوا انه السليبرتيز فيهم يلبسوا اللي بدهم اياه؟ مين قال؟ هيك بيقولوا. هيك بيقولوا، بس السليبرتيز هيك بيقولوا انه يحكوا لي ما لا لا يحكوا لغيري. ايه بس انه ما بدي يكون ريديكولس كمان. اكيد انا في مشي الموضه، انا اللي بعمله الناس بدها تقلدني، فخلينا اعمل شيء حلو في يكون كثير اخوات. ليش عم بقول لك لبستهم حلوين؟ ان شاء الله يكونوا بمحل بيمرقوا لانه جسمها حلو وبيساعدها. نيكست مريم فارس. مريم فارس فوازير متواصله، ومع العلم ان قمر وبحبها، وفي كثير اوقات عم تلبس اشياء كثير حلوه. وليتلي ليتلي انا كثير حسيت انه تيبا تغيروا هون. اكيد مش فوازير، انا بدي اقول فوازير لانه بحبها، لانه بس مش عارفه شو قصدي تحط. واللون العراسه مش لابق ابدا مع الفستان يعني، والفستان عنده كمان دانتيل ابيض. لا 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 مريم، مريم حبيبتي انت نو 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 نو. اوكي احلام احلام. واو كلكم مستنظرين انه تحطوا لي صوره لاحلام مثل ما احلام تلبس يعني. البرق والرعد اذا لبست كم مره مش كثير حلوه قطع سمبل. برافو احلام، انا عملته فيه الضرب. اتس اكسلنت. اصلا احلام كمان بكاركتيرها حتى بتيبها وقت بتلبس كثير صيغه وبتلبس اشياء بتلمع. ذس از احلام. هون رولا فرضت حالها يعني، هون انا فنانه بفرض حالي ومشيت بالترند. بس شيز فيري كيوت اند اي لاف ات. برافو برافو. حليمه بولند. لا حليمه 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 يا حليمه حليمه. لا شو لابسه بنطلون هالقد بقصرك اصلا 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 هو هيدا لحظه لما البنطلون اللي واصل لهون هيدا الطول اصلا ما بحبه. هو اصلا خطر كثير. بدك تكوني كثير نحيفه، كثير نحيفه لتلبسي اول شيء طويله ونحيفه ومش والزنار النازل. لحظه الزنار ليه؟ لا 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 ابدا. انه احمر وعاملين رابيل يعني. انه عامله رابيل رابيل هي راب راب راب, راب. وشعراتها ما لهم علاقه بالثيابه. شعراتها خارج سواري ديني اسي مش الميل والهيدا. ولبسه ابيض احمر جينز احمر ملون. ما عاد في احكي زلنا على الطابق الثاني. خليكي 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 هون رح خلص. لا الطابق الثاني يوم تعبت. ففي عندنا شخص ثاني اخر شيء. مين؟ سوري في معنى بوسي شلبي. بوسي شلبي الفستان كثير حلو وانت اضعف. هي من الاخر اذا لبستيه بميراكس لبستيه بريد كاربت ات ويل بي اوكي. ما بلبس هالعقد الالماز الابيض على البرق الاحمر بس يا ريت اضعف لانه هيدا بنصح. بس القطعه كثير حلوه لو كانت اضعف شوي. مزبوط. بس لشو الجزدان الاحمر؟ في جزدان. اوكي شلني خلاص مش حكفي. انا لما كثير يعني بوصيكي وبتمنى عليكي انه الحلقه الجايه كمان يكون في برش يعني. ليش لا؟ ليش يعني لا؟ لانه اوكي ثانك يو. تكرم عيني. بنطلع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكفي اكيد عالم الصباح مع ادوارد وفيا لاين.